مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون سبورت في كل مكان، واهلا بيكم في حلقة جديدة من لايك. حلقة يوم الخميس دايما بتكون مختلفة، بنحب ان احنا نلقي الضوء على الرياضات الاخرى. النهاردة معانا اتنين منورنا، معانا المدير الفني المنتخب الوطني للالواح الشراعية سعيد حسب الله، منورنا. ميرسي، شكرا. واحد من نجوم اللعبة مؤمن معروف، منورنا. شكرا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الجو هنا؟ انت شايف. طيب انا هبتدي مع سعيد، ماشي ولا تزعل؟ قول لي الاول يا سيد، عايزين نعرف الناس اللعبه ونفهم الناس ايه هي اللعبه. هو ده الاتحاد، اسمه الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء. الالعاب المتواجده جوه الاتحاد عندنا لعبه الاوبتيمست، ولعبه الليزر 4.7، والليزر ريديال، وليزر ستاندر، وعندنا الالواح الشراعيه. وجوه الالواح الشراعيه في طرازين، التكنو والار اس اكس. التكنو ده بتاع الناشئين، والار اس اكس ده بتاع الكبار، وهو ده الطراز اللي بيلعبه مؤمن. وعندنا الاتحاد كمان عنده الكايت سيرف، وعنده الانزلاق على الماء. ده الموضوع طلع كبير يا سعيد، خلي بالك. احنا عندنا عدد من الالعاب، يعني هو صحيح اتحاد واحد بس جواه عدد من الالعاب كتير. يعني طب عايزك تشرح لي اللعبه بقى اللي مؤمن بيلعبها بشكل اوضح، يعني تفهم الناس ايه هي الالواح الشراعيه. احنا الالواح الشراعيه عندنا بتبدا، يعني لو اي حد حابب يكون موجود، بيبدا من سن 12 سنه، بنقدر الاولاد يقدروا يلعبوا، وليها بطولات عالم. ومن 12 سنه لحد 19 سنه دي المركب اللي اسمها التكنو، وبيلعبها دي الناشئين. والمركب الار اس اكس دي من 19 سنه فيما فوق. تمام. وعندنا احنا عندنا منتخبين، عندنا اشتركنا، رحنا دوره الالعاب الاولمبيه في لندن، دي كانت اول مره، وراح كابتن احمد حبش من نادي يخت القاهره، ومؤمن راح في التكنو هو وسلمى. طيب خلينا نروح لمؤمن عشان زائل باين عليه قافش كده. مؤمن، قولي بتلعب اللعبه بقالك قد ايه، وانت اصلا عندك كام سنه دلوقتي؟ انا عندي 18 سنه بلعب. طيب. اللعبه انا بقالي 8 سنين بلعب. الاول بدات في طراز الاوبتيمست، قعدت فيه 3 سنين عامه، اللي هو بتاع الناشئين، اللي هو طراز الاوبتيمست ده طراز تاني اللي هو ناشئين برضه، فاهم؟ اوكي. بعد كده بدات لعبت اون سيرف لحد ما بقيت لعيب كويس يعني، ودخلت المنتخب، فبدات اتمرن كويس، وكان تمريني بيبقى كل يوم. يعني ازاي بقى؟ يعني قول لي تمرينك بيبقى عامل ازاي، بتيجي تقعد قد ايه، وقتك قد ايه في التمرين؟ تمريني حسب المدرب بيبقى قايل لي، يعني كابتن سعيد مثلا من الساعه 3 او 2 بنيجي نتمرن. لو مثلا هنتمرن في الاتحاد بننزل الساعه 3 نبدا نتمرن، بيقول لنا خطه تمرين هتبقى ايه مثلا، نبدا نعملها. مثلا خطه تمرين مثلا هنروح نوصل مثلا لحد مكان معين وهنعمل حاجه معينه، فبنبدا نشتغل عليها. تمام. طب كابتن سعيد قول لي، هل اي حد ممكن يلعب اللعبه، ولا في مواصفات معينه، او لازم يبقى عندك مقومات معينه عشان تلعب اللعبه؟ لا، ممكن اي حد يلعب اللعبه، بس عندنا اهم شرط من الشروط ان هو بيجيد السباحه. اوكي. لان دايما هو في النيل. شكرا كده. لا، او في البحر يعني. النيل وفي البحر بالعكس. النيل ده اسهل. النيل اسهل بكتير، الناس متخيله ان النيل هو الاصعب، انما البحر هو اللي اصعب. بعض الاحيان بيكون ممكن الموجه توصل 6 و7 متر، فمتخيل الشكل. فلو اللعيب ما بيكونش بيعرف يقوم او وقع من المركب او حاجه، ممكن يبقى فيها خطوره عليه شويه. اكيد. انواع السباقات بتبقى عامله ازاي؟ هل في انواع للسباقات، ولا هو حاجه واحده ستاندرد كل مثلا؟ في انواع من السباقات، بس يمكن الساده المشاهدين لو يعني هي تكون شكلها معقد شويه لو احنا شرحناها يعني، انما في كذا شكل. بيبقى في شكل مثلا من السباقات على سبيل المثال والتبسيط شكل مثلث، وفي بيبقى شكل ممكن يكون شكل مربع. الشكل المثلث والمربع ده بيبقى شكل الاضلاع اللي المفروض اللاعب بيلفها، وبيكون ده طبقا لاتجاه الريح واتجاه التيار طبعا. تمام. كابتن سعيد، هل هي من الرياضات المكلفه؟ يعني عشان حد يلعبها لازم بتحتاج حاجات كتير، ادواتها كتير. هي اللعبه من الالعاب المكلفه فعلا. الشراع ذات نفسه غالي جدا، والبورد اللي بيلعب عليه اللعيب غالي، غير الادوات الخاصه اللي بيلعب فيها اللعيب، الملابس اللي بيلبسها اللعيب مثلا. عايزك تشرح لي الادوات، يعني الادوات المستخدمه في اللعبه. الادوات المستخدمه يعني على سبيل المثال في حاجه اسمه الهارنس. الهارنس ده شبه زي شورت كده بيلبسه، بيكون فيه هوك. أوكي. والهوك ده بيتعلق فيه في الشراع. تمام. وده في انواع كتير طبعا منه، وده من الحاجات تمنها غالي. وفي الشتاء لازم اللعيب طبعا الجو بيبقى برد، فبيضطروا يلبسوا لايف جاكيت، سوري مش لايف جاكيت، ويت سوت. ويعني شبه بيكونش الويت سوت، شبه اللايف جاكيت. لا مش شبه اللايف جاكيت، دي بتاعت زي بدله الغطس كده تقريبا، واللايف جاكيت.
دول الادوات اللي اللعيب بيكون بينزل فيها. وبالاضافه ان انت هتلاقي وحضرتك لو انتوا هتكونوا بتصوروا معانا النهارده يعني هتشوف ان اغلب لعيبه الوين سيرف لابسين ساعات كبيره، فالساعه دي ذات نفسها علشان بتكون بتعمل كاونت داون معين، لان الانطلاقه بتاعت السباق بتبدا من اول حاجه 5 دقائق تمام، وبتفضل تنزل تنازلي بتبدا تنازلي لحد ما يجي على الصفر صفر. ودي بتبقى ساعه الستارت. اوكي، يعني هو بيطلع هو وقت السباق 5 دقائق، مش وقت السباق، المكان او المفروض ان اللعيب يبدا يستعد، فبيبداوا الحكام بيرفعوا اعلام، فاول علم بيترفع بيكون علم من 5 دقائق ده وقت الاستعداد يعني وقت الاستعداد. أوكي. وبيفضل ينزل 4 دقائق 3 دقائق 2 دقيقة، وبعد كده المفروض عند زيرو اللي هو الستارت ان اللعيب يطلع. الستارت ده بيبقى تقريبا ممكن يكون حجمه صغير او حجمه كبير، فالمفروض ان اللعيب يختار الاحسن مكان منه علشان يطلع. تمام. المهم انت اشتركت قبل كده في بطولات. تمام. اخر بطوله اشتركت فيها كانت ايه، وقول لي استعديت للبطوله ازاي وحققت فيها مراكز ايه؟ البطوله كانت اخر بطوله اللي هي بطوله الاولمبياد. قبليها كنا مستعدين ان احنا كنا نعمل معسكر، بس ما قدرناش نطلع معسكر يعني. لا بالراحه كده بقول لي بتستعد ازاي، هل بتنظم اكلك بيفرق الموضوع ده ولا اي وزن ممكن يلعب اللعبه؟ اكيد طبعا كنت، بس عامه الاكل ما كنتش منظمه قوي يعني، بتاكل براحتك يعني. بس بدات اتمرن سويدي يعني وفتنس في الجيم هنا في الاتحاد. تمام. بعد كده بدات اجهز التمرين، اجي اتمرن كل يوم، وكل ما عدد ساعاتي في المايه اكتر ده شيء كويس ليا طبعا للتمرين. لحد ما سافرت بدأت برضو قبل البطولة بيوم، نزلنا اتمرنا وعرفنا ايه فكرة المكان يعني نلعب ازاي وكده، وخدنا على المكان. بعد كده بدأنا اول يوم سباقات، كان اول يوم يعني كانت نتائج مش كويسة، بس كنت بدأت لسه اخد اعرف يعني ايه السباقات هتبقى ازاي وابدأ اخد على المكان. تاني يوم كانت النتائج بقت احسن شوية، وكل يوم اليوم بيتحسن على اللي قبله يعني. هي بتبقى كام يوم؟ حسب البطولة المنظمة، ممكن تبقى 8 ايام 7 ايام حسب ما يكونوا هما منظمينها. تمام. كابتن سعيد، يعني كل لعبه بيكون فيها نادي منور زي ما بيقولوا، انتوا عندكم في لعبتكم مين الابرز في النوادي؟ احنا حقيقي يعني الموضوع ده مش حاصل بالشكل كبير قوي، انما تقدر تقول مثلا في طراز الاوبتيمست مثلا نقدر نقول ان نادي يخت اسكندريه من الانديه اللي ليها دايما بيحققوا نتائج في الاوبتيمست والليزر. اوكي. وانما القاهره، منطقه القاهره بصفه عامه متميزه في طراز الالواح الشراعيه، واشهر ناديين وبدا نادي ثالث يخش معاهم وينافس نادي المقاولين العرب ونادي يخت القاهره، وبدا مؤخرا يخش معاهم كشافه الجيزه النادي بتاع مؤمن، وهو اللعيب اللي كان رايح اللي كان موجود في الاولمبياد يعني. تمام. كابتن سعيد، عايز اسالك كمان، هل بيكون في لاعب موهوب ولاعب غير موهوب؟ يعني انت بتقدر تقيم اللاعب على اساس ايه اللي بيأهله ان هو يبقى لاعب منتخب مصر؟ ده ممكن يعني، احنا عندنا من المواصفات اللي ممكن تبقى مطلوبه في لاعب الالواح الشراعيه مثلا انه يكون طويل مثلا. تمام. ان الالتزام بتاعه يكون كويس، لان وهو واقف على البورد حجم البورد ذات نفسه صغير اللي بيبقى واقف عليه. وتاني حاجه يكون عنده مرونه الى حد ما يعني، لو الثلاث مواصفات دول موجودين في العيب ده بيبان جدا من اول مره بينزل فيها. ده اللي بيميز لاعب عن اي لاعب تاني يعني. مش ده اللي بيميز، لو انت بتقول انت كمدرب بتيجي بتبص على اللعيب منين، انت بيفضل ان لعيب الوين سيرف يكون طويل واطرافه تكون طويله، وبيفضل ان هو يكون اللي دي معاييرك يعني لاختيار لاعب منتخب مصر. طيب ممكن كان قول لي ايه افضل الاماكن اللي ممكن تلعب فيها اللعبه؟ هي افضل اماكن يعني المكان اللي بيبقى فيه هوا عامه دايما، وده بيبقى مناسب المكان المناسب للالواح الشراعيه عامه او السيلينج، هي مون بيتش عامه في مصر اللي هي راس صدر، دي انسب مكان يعني بنقدر معظم المعسكرات بتاعتنا بتكون هناك ومعظم البطولات بتكون هناك فعلا، وهي واسكندريه عامه. طب عايز اسالك عن ارجع معاك شويه للبدايات، وازاي اتعرفت على اللعبه وبداتها ازاي؟ انا كنت في المدرسه وكان عندي اخ اكبر مني، فهو جه اتعرف على نادي كشافه، بدا يعمل كشافه واتعلم كشافه. من داخل النادي كشافه لقيت النادي في اللعبه نازله من النادي عامه، شفت اللعبه فعجبتني، فبدات اروح اسال عليها واتمرن لحد ما وصلت ان انا العب اللعبه وبدات اتحسن فيها يعني. طب خليني اسالك، ايه هي اهم البطولات المصريه في اللعبه؟ تقصد على المستوى المحلي يعني؟ المستوى المحلي. المستوى المحلي يمكن اهم بطوله عندنا بتكون بطوله الجمهوريه. الاتحاد بينظم بطوله او بطولتين في او ثلاث بطولتين او ثلاثه في السنه. تمام. انما اهم بطوله على الترتيب كده بتكون بطوله الجمهوريه والبطوله الشتويه، وبعد كده بتيجي ثلاث بطوله كاس مصر. تمام. ليه الاهميه؟ لان الاتحاد بيسعى الى حد ما في بطوله الجمهوريه اللي هو
ينظمها في كل المناطق او كل المناطق المشاركه في الاتحاد. يعني بنحاول نلعب في اسماعيليه لان في انديه في اسماعيليه، بنحاول نلعب في اسكندريه لان في انديه في اسكندريه، وبنحاول نلعب في القاهره. فالى حد ما الاتحاد بيحاول يغطي، ودي بتبقى على 3 مراحل، فده بيدي للبطوله عدد سباقات اكبر، فبيديها قوه كمان اكبر. انت شاركته في اولمبياد قلت لي الارجنتين ولا لندن؟ شاركنا في لندن دي للكبار، اوكي، والارجنتين دي الدوره الاولمبيه للناشئين. عملتوا ايه في اولمبياد الارجنتين؟ في الارجنتين احنا مؤمن جاب المركز 19 من 26 لاعب، ويمكن دي كان اول مره نشترك فيها، اول مره نتاهل ان احنا نشارك في دوره اولمبيه في الشباب. تمام. وده كان انجاز كويس جدا يعني لينا. النتيجة احنا كمان راضيين بحكم انها اول مرة نشارك فيها. يعني انتوا كان كم متسابق بيشارك في البطولة من مصر؟ من مصر هو لازم واحد بس، واحد من كل بلد يعني، واحد من كل بلد. أوكي. ولد وبنت. واقوى البلاد في اللعبة ايه شايف؟ اقوى البلاد في اللعبة فرنسا وايطاليا. الارجنتين ولا ما فيش كلام؟ لا الارجنتين ما تعتبر عندهم، وعندهم خبرات، انما ما تعتبرش من اقوى الدول. عندنا ايطاليا وفرنسا وبولندا وهولندا، يعني عندهم ابطال عالم كتير يعني. طب انا عايزكم تحكوا لي ازاي بتستعدوا للبطوله، يعني بطوله زي دي بطوله مهمه جدا، بتستعد مع المتسابق اللي طالع معاك ازاي؟ كنت سالت في البدايه خالص شكل الاستعداد. الاستعداد بيكون في البدايه خالص على استعداد بدني. تمام. وده بيكون في البدايه خالص، والتاني بيكون الشكل المهاري. المهاري ده بيترتب على شكل المكان اللي احنا هنلعب فيه. يعني لو احنا بنلعب هنا في النيل، الميه بتبقى فلات ووتر خالص، وفي كارنت قوي جدا، فبيبقى مطلوب من اللاعب ان هو يكون الى حد ما بيسعى ان هو يتمرن في شكل مكان مشابه للمكان ده اللي انتوا رايحينه، اللي احنا رايحينه. أوكي. لو احنا رايحين مثلا مكان فيه الموج عالي وقوه الريح متوسطه، بنفكر دايما ان احنا نروح البحر المتوسط، فعندنا اسكندريه مرسى مطروح بنبدا نفكر. لو اماكن بنفكر يكون فيها هواء جامد، فبالنسبه لنا البحر الاحمر وجنوب سيناء يعتبروا من اكتر الاماكن، ومن في اماكن كتير مميزه جدا بسبب موضوع قوه الهواء ده. ويمكن اغلب الفرق الاوروبيه بيجوا ينظموا هنا معسكرات في سفاجه وفي راس صدر، بحكم ان هم في الشتاء دايما عندهم بيبقى الجو بعض الاحيان بيبقى الجو برد جدا، فهنا بالنسبه لهم هنا الشتاء في مصر يعتبر صيف يعني. بس انتوا بالنسبه لكم ان يكون في هواء ده احسن؟ يفضل طبعا ان الهواء، لان المركب ذات نفسها معتمده، ما بتتحركش الا معتمده بالهواء يعني. اوكي. بعض الاحيان الناس بيجي لها لخبطه، بيفتكروا ان احنا من السرعه ان احنا ماشيين بموتور يعني، بس هي الهواء يعني. طب خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل ونشوف باقي الموضوع عامل ازاي. تمام ماشي، هنطلع لفاصل صغير ولسه مكملين، نخليكم معانا. اهلا بيكم مره تانية ولسه مكملين حوارنا مع كابتن سعيد حسب الله ومؤمن معروف. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على استعدادات البطوله، عايز اروح لحته تانية وهي الاتحاد. دور الاتحاد معاكم عامل ازاي؟ هل بيوفر لكم كل حاجه ولا في حاجات نواقص عشان تقدروا تنافسوا اكتر من كده؟ لا، الاتحاد بيسعى بقدر الامكان ان هو يوفر كل حاجه، انما بعض الاحيان احنا عندنا عجز مثلا في الادوات. يعني النهارده احنا بطوله الجمهوريه اللي احنا موجودين فيها المرحله الثالثه، التراس بتاع التكنو اللي انا شرحته لك، للاسف احنا العدد اللي هيكون مشارك فيه هو عدد 8 لاعبين فقط، بحكم ان مفيش العدد القواري الموجودين 8 لاعبين، انما عدد اللعيبه اللي يقدروا يشتركوا هم اكتر من 8. صحيح ده مش دور الاتحاد ان هو يوفر المراكب، انما الانديه الى حد ما كمان محتاجه ان هي يكون عندها مراكب، فده بيعطلنا شويه. تمام. احنا منتخبنا مصنف كام؟ احنا افريقيا نعتبر دلوقتي، احنا كنا رقم 3، دلوقتي احنا رقم 1 في افريقيا على مستوى العالم بحكم اخر دوره اولمبيه احنا كنا موجودين فيها، فاحنا كنا ترتيبنا 19. تمام. طب من وجهه نظركم ازاي ممكن اللعبه يبقى ليها انتشار اوسع على حتى على مستوى مصر، يعني الناس تكون عارفه اللعبه ويبتدي يجي لك ناس اكتر عشان يكون عندك فرايتي كتير انك تختار لمنتخب مصر؟ هو على مستوى الممارسه ده موجود بصراحه بشكل كبير جدا، بحكم اي مكان عندنا في البحر الاحمر وجنوب سيناء، كل المراكز الانشطه البحريه هناك عندهم بيمارسوا رياضه الشراع، بس هم بيمارسوها بشكل مختلف خالص، بيلعبوا مركب اسمها فان بورد. اوكي. حجم الشراع اصغر وحجم البورد اصغر، بيبقى شكله فري ستايل، بيعملوا بيه حركات مش بيلعبوا بحكم السباقات يعني. تمام. طب احنا دلوقتي المفروض ان انتوا بتشاركوا في بطوله جمهوريه، عايز اسال مؤمن هل انت مستعد، استعديت ازاي كمان للبطوله اللي انت بتشارك فيها دلوقتي؟ وقول لي كم نادي بيشارك وكم متسابق كمان موجود في البطوله.
احنا عامة 8 لعيبة بيشاركوا من مختلف الأندية يعني، فأنا من نادي كشافة الجيزة عامة، في من أندية تانية زي يخت القاهرة، يخت المعادي، كشافة القاهرة، كشافة الجيزة اللي هو أنا، في مقاولين العرب، في كذا نادي بيبقى مشارك في البطولة، وحسب كل مدرب استعداده للبطولة بيبقى قد إيه. وعامة احنا كلنا مش بنبقى بعيد عن بعض، بس التمرين بتبقى مختلفة، بتفرق تمرينة مدرب عن مدرب. فأنا بحاول، قعدت إن أنا أتمرن كتير، وقبل بطولة الجمهورية كنت لسه راجع أصلا من الأولمبياد، فما قعدتش كتير يعني، لسه راجع بقالي فترة صغيرة، ونزلت اتمرنت برضه. كابتن سعيد، كم نادي بيشارك في البطولة؟ بيشاركوا احنا عندنا النهاردة زي ما قلت لك طرازين، الريس بورد وده بيشارك فيه 8 أندية، والتكنو بيشارك فيه 7 أندية. عايز أروح لمهم تقول لي أغرب المواقف اللي ممكن تحصل لحد بيلعب اللعبة دي، يعني أكيد حصل لك مواقف وأنت بتلعب، قول لي كده موقف غريب حصل لك. ممكن يحصل موقف مثلا حاجة في الشراع، فكت سيستم مثلا، أي حبل، حاجة بورد فك مني، حاجة اتكسرت، ده بيبقى معظم الحاجات اللي بتقدر تحصل لك مثلا في وسط المايه، فلازم أن يكون معاك لانش، او عامه اداره اداره السباق عامه بيكون في لانش مجهز لان يقدر يجيب الناس لو في حاجه او في اي مشاكل يعني اللعيبه. تعرضت لحاجه زي دي في اي بطوله شاركت فيها ولا انا الحمد تعرضت لله ماشي معاك فعلا زي الفل؟ لا، كنت تعرضت برضو قبل ما انزل، بس انا المفروض ان انا بشيت على حاجتي قبل ما انزل في الاولمبياد، قبل ما انزل حصل معايا ان السيستم كان الحبل بتاعه خلاص بينتهي عامه، فبدأت أشوفه، ففكرت فتعلمت إن أنا أفكه يعني وأركبه تاني، فغيرته على طول يعني. متوقع إيه للبطولة دي؟ شايف نفسك؟ شايف إن إن شاء الله خير يعني، وأفضل في المستوى ده يعني لحد أقصى ما يعني، وإن شاء الله النتائج تبقى أحسن يعني. يعني هتاخد مركز ولا؟ إن شاء الله أنا أول لحد دلوقتي يعني، لحد دلوقتي أنا أول في البطولة عام عامة. في البطولة؟ في دي كمان؟ في دي. والله ما شاء الله. دي 3 مراحل مش مرحلة واحدة. عديته خلاص بمرحلة او حاجة؟ فانا لا، انا لحد دلوقتي اول في البطولة عام، بس لسه في مرحلة بقى دي ممكن تقدر تغيرني في الوضع او افضل زي ما انا. لا ان شاء الله. هو عدد النقاط، احنا لعبنا زي ما قلت لك، لعبنا مرحلتين، مرحلة في اسماعيلية لعبنا فيها 7 سباقات، ولعبنا مرحلة في اسكندرية 9 سباقات. اوكي. شكل السكور ذات نفسه ان احنا بنجمع عدد التسع سباقات، بنشوف لو هو مثلا جاب في 9 سباقات اول فبياخد 9 نقط، لو جاب في الـ7 سباقات تاني فبياخد 14، فبنجمع الـ 14 على الـ9 وبيبقى ده شكل السكور يعني. واقل لعيب، اقل لعيب في العدد هو ده بيعتبر الفايز يعني بعد في نهايه البطوله. اقل لعيب هو اللي بيعتبر الفايز، ما هو في عدد النقاط اقل لعيب جايب عدد نقاط هو بيعتبر الاول. اوكي. انت عندك لعيبه كتير انك تعرف تنافس بيها في المنتخب؟ احنا دلوقتي عندنا قوام المنتخب تقريبا هم 5 لعيبه، اللاعبه سلمى العشماوي اللي كانت موجوده في اولمبياد الشباب ومن نادي يخت القاهره، ومؤمن معروف من نادي كشافه الجيزه، وعندنا يوسف ياسر. ويوسف ياسر ده احنا كان عند يوسف ياسر هو اللي كان جايب بطاقه التاهل اصلا من خلال البطوله الافريقيه من نادي المقاولين العرب، انما هو بحكم للاسف كانت دراسه وما كانش قادر يكون متواجد معانا، فمستواه قل شويه، ومؤمن كان مركز اكتر فخدنا مؤمن. وعندنا لاعب احمد صلاح من نادي يخت الجيزه، وعندنا لاعب محمد مجدي من كشافه الجيزه. هل اللعبه ليها احتراف؟ يعني ممكن حد يطلع يلعب بره مصر في اي نادي بره ولا ملهاش احتراف؟ لا، موضوع الاحتراف ده مش موجود قوي عندنا يعني، مفيش. هو الاحتراف بيكون من خلال المنتخبات والمشاركه الدوليه بس. طب عايز اروح معاكم لحته السوشيال ميديا، والناس كلها دلوقتي مهتمه بالسوشيال ميديا، انتوا بتهتموا بده ان انتوا ممكن تعمل انتشار للعبه عن طريق السوشيال ميديا ولا مفيش الكلام ده؟ ده حاصل. عندنا عضو مجلس اداره اسمه كريم سليمان، هو اللي ماسك البيج بتاعه الاتحاد، وهو الى حد ما دايما بيحاول يبروموت وبيعمل حاجات على السوشيال ميديا، بحكم ان يبدا يجي لنا ممارسين جداد ونبدأ نوسع قاعدة الممارسة، علشان من خلال توسيع قاعدة الممارسة بشكل المنافسة بيكون أقوى. يعني ممكن تستغله ان انت تنزل الفيديوز مثلا على اليوتيوب عشان الناس تشوفه الكلام ده؟ مظبوط، ده بيحصل فعلا. يعني ده موجود يعني. انت مهم ليك في السوشيال ميديا ولا مين؟ مش قوي عامة، بس هي فيسبوك والحاجات دي يعني، عامة بنشر صور ليا عامة، وصفحة الاتحاد عامة عندي، فببدأ ابص، بخش اعمل لايك للصور يعني عشان احاول اقدم اكتر. نفسي يعني اللعبه تكون منتشره عامه في مصر عامه كلها، بس هي ده صعب شويه، بس ان شاء الله يعني متقدمين. بتتابع صفحات معينه، بصفحات للعبه بره مصر؟ بتابع صفحات اللي هي الورلد سيلينج، اللي هي اتحاد اصلا بتاع السيلينج عامه،
بتابع صفحه الاتحاد، بتابع صفحات اللي هي البطولات عامه اللي بتعمل. ده بيبقى كل بطوله بيبقى ليها صفحه او ليها جروب بيبدا ينزل عليه الصور بتاعه البطوله، ابدا ابص على الصور اتعلم منها حاجه افيد كده. هل عندكم بطولات عالميه بتحضروا لها الفتره اللي جايه ولا هي بطوله الجمهوريه بس في الوقت ده؟ لا، احنا عندنا في شهر، يعني عندنا بطولتين، اقرب بطولتين في بطوله في شهر واحد، في نهايه شهر واحد، ودي هتكون بطوله اسيا في سلطنه عمان. تمام. هتكون في طراز الار اس اكس للكبار والتكنو في الناشئين، وفي بعد كده بطوله كاس العالم في امريكا هتكون في الار اس اكس. ده برضو مشارك بيها حد ولا لسه ما تحددش مين اللي هيشارك؟ احنا قبل كل بطولة بنعمل شكل تصفيات وعاملين رانكينج معين من خلال عدد ساعات التمرين اللي بيعملها كل لاعب ومستواه في بطولة الجمهورية ومستواه في اخر مشاركة دولية كان مشارك فيها، وعلى هذا الاساس ببدأ اختار لعيبة المنتخب اللي هتشارك في البطولة. طب كابتن سعيد، يعني هل انا سالت مؤمن هل في مواقف حصلت لك؟ مفيش، انت اكيد راجل مدير فني فاكيد حصل لك مواقف كتير. لا، من اطرف المواقف اللي كان بيتكلم فيها مؤمن، احنا عندنا الشراع والبورد المفروض بيكونوا في زي حاجه هي اللي بتوصل بينهم الجوينت. بعض الاحيان ده من ضمن الاحيان لو انت مش ربطه كويس وانت نازل المايه ومش اخد بالك، ممكن تلاقي نفسك وانت بتلعب انت البورد في مكان والسيل في مكان يعني. انما كان من اخطر المواقف اللي كانت حصلت، ده ما كانش ليه، كان لعيب معانا، كنا عاملين معسكر، كنا عاملينه في شرم الشيخ في مكان اسمه نب. اوكي. ومستوى هناك كان فيه زي ريفز، واحنا المفروض بنطلع منها من مكان معين، وصاحبنا ده وقع والشراع وقع فوقه، ما كانش عارف يرفع الشراع بحكم ان فيه سحب جامد قوي. لكن من اخطر المواقف يمكن اللي كانت حصلت، زي اللي بيبقى راكب جيت سكي ويتقلب فوقيه مثلا. لا، مش مركب جيت سكي هو. بالظبط. يعني انت مش نفس الموضوع، انت مش عارف يعني. هو واقع تحت واحنا كنا فاكرينه بيهزر كمان. اوكي. يعني ده كانت انما من اطرف المواقف اللي دايما بتحصل لنا كلنا، فكره ان الجوينت يتفك عن البورد ده. يعني هل في صعوبات بتقابلكم غير كده مثلا في اللعبه، او مثلا بتحضر لحاجه في صعوبات قابلتك في اي حاجه ولا الدنيا ماشيه؟ شكل الصعوبات ان انت دايما اللعبه لازم دايما بتنزل تبقى لازم يكون معاك مدرب، والمدرب لازم يكون معاه لانش، علشان لو انت حصل لك اي حاجه وارد جدا ان اي حاجه من المركب تتكسر عندك، فلازم المدرب اللي معاك يكون معاه قطع الغيار دي موجوده، علشان يقدر لو هيقدر يساعدك ويبدلها او يطلعك للشط وتعملوها بره. يعني فكرش ان انا انزل العب معاك وتاخدني مثلا في المنتخب؟ هنجربك، تعالى انزل لك كده اعمل اي حاجه. النهارده هنجرب يعني نخلص النهارده بالظبط، بعد ما تخلص النهارده نجرب ونشوف المستوى. ان شاء الله نورتوني، وبالتوفيق ان شاء الله، وتحققوا مراكز دايما سواء في الجمهوريه او على مستوى العالم، ونكون مش في 19 بقى ان شاء الله، نوصل كمان عالميا للمركز الاول ان شاء الله. نورتوني. شكرا. مؤمن ركز ان شاء الله. ماشي. طيب كده بيكون خلص لقائنا مع كابتن سعيد حسن الله وكمان مؤمن. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده من لايك.